يا ربي ما حالي هاي. لا والله ما حالي ابدا. يا الله يا ربي ربي ما حالي. عبدك فرط والله ما تتحمل. يا الله كبت شو كبت شو يا ابني يا ابني. وينك يا ابني؟ تعال. نعم بابا. ابني الله يرضى عليك. بروك بريدك. انا بريدك. خير موضوع بابا. مهم لابوك. انا ابوك فرط. خلص فرط على الارض. ما تتحمل ما تتحمل ابدا. يعني ابني بيقول المثل اعزب الدهر ولا ارمل الشهر. ما انا صار لي ثلاث شهور ارمل يا ابني. الله ماله والله الله ماله. ما بصير لك يا بابا. يا بابا كرامه لله كرامه لله. صرت متجوز ستة مرتك صار لها ثلاث شهور ميتين. وزا الله يرحمها. الله يرحمها يا ابني. يعني اموت جنبها تتجوز. خيو انا بحب النسوان بحب النسوان يا ابني. نسوانجي بحب النسوان. بابا فهم عليك. كرامة لله كرامة لله. تتجوز عمرك 75 سنة لك مين بده يرضى فيك؟ لك يا ابني في كثير. انت بس قول لهم ابوك تتجوز. في كثير ابوك جذاب. في كثير بحبوني. يا طيب بس انت ابوك بده يتجوز. شو مين كلهم ابوك جذاب. طيب بابا بدي ارجع كلامك. اعتبر جوزتك. طيب نسيت دكتور ايش قال؟ ايش قال؟ ايش هو الدكتور؟ يعني اروح اخذ الدكتور يتجوز انا يا ابني؟ بابا ما اخذتك على الدكتور يا خير مرة. ولا امري الدكتور ولا امري مثلا لا سمح الله. ما هو ولي امري. ايش بده الدكتور؟ بابا ايش ركز معي. الله يخليك. ايه اخر مرة عند اخذتك على الدكتور. ايه تتذكر ايش قال؟ قال لي بدك شوية فيتامينات شوية حديد شوية ابرة وخذ. اعطاني حباية زرقاء. قال لي خذ هذا وقت ال ما بدي احكي عيب. قال لي خذ في حباية زرقاء خذ هي. عبد الله الحمد لله تمام. فبدي اتجوز. طيب مين بدك ترضى فيه؟ قال لي بابا. لك يا ابني ايش مين بدك ترضى فيه؟ قلت لك ابوك جذاب جذاب. بعدين انا بصراحة بقول لك جارتنا ليلى بحبها يا ابني. حبيتها بحبها. جارتنا ليلى كثير بحبها. بدي اتجوزها بابا. ليلى بتعرف شو عمرها؟ بدي اتجوزها يا ابني. بدي اتجوزها. ما بدي اتحمل. لا بابا ليلى عمرها 20 سنة. ايه 20 سنة. لك انت عمرها 75. احلى يا ابني احلى. انا بدي اتجوز مشان اشوف شبابي. طيب بدي اعتبر اني ليلى وافقت. ايه واني جوزتك ليلى. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. طيب بحبك. شو بدك تتجوز؟ يا ابني ايش شلون اتجوز؟ باخذ حبايه. طيب اول يوم حبايه وبعدين ايش ثاني يوم؟ باخذ حبايه عندي كثير. طيب وثالث يوم بعد جمعه؟ باخذ حبايه بعد جمعه. طيب وبعد جمعتين؟ باخذ حبايتين. طيب بتموت يا ابني اذا ماتت باخذ وحده غيرها.